التجديد اللي يدوي لعلبة البيئة أو الدي بي اف في أكتروس ام بي 4، طبعا ده بياخد تقريبا من 30 إلى 60 دقيقة. طبعا بيتم داخل الكابينة، طبعا الاحتياطات إن أنا بسيب متر حوالين العربية عشان طبعا مبيبقاش في أي، بيبقى في درجة حرارة العدم عالية جدا، بيبقى طبعا مبيبقاش في أي مواد قابلة للاشتعال حول العربية، بأمن العربية بتاعتي ضد الرولينج أو الحركة، بحط الدعامات اللي احنا شايفينها الصفرة دي. بطلع طبعا الكابينة بتاعتي، بدور المحرك، اتاكد طبعا اول حاجه بعملها اشد الباركنج بريك او الفرامل اليد بتاعتي، اخلي الفتيس بتاعي على وضع النيوترال او المور. طبعا بشيل رجلي من على دواسه الاكسلراتير لو انا كنت حاطط على دواسه الاكسلراتير، بحيث انه يبقى على ايدل سبيد، وادوس على زرار التجديد اليدوي لمده تقريبا 3 ثواني. بلاحظ طبعا الاقي الار بي ام بتاع المحرك بتاعي بيعلى، بيوصل ودرجة حرارة طبعا العادم، درجة حرارة العادم بتاعنا ودرجة حرارة الزيت، بلاقي الار بي ام بيوصل تقريبا ل 1100 او 1200، وبيظهر العلامة الخضراء اللي احنا شايفينها على الامبير بتاع الاد بلو او اعداد الاد بلو، دي علامة التجديد اليدوي، وبيديني التايم بتاعي او الوقت في الشاشة اللي في النص، يعني ان التجديد هياخد 30 39 دقيقة. بنتظر لحد ما يخلص الوقت ده خالص، وبلاقي العلامة الخضراء دي اختفت اللي هي موجودة على أعداد الأد بلو، والأيدل سبيد بتاعتي المحرك بتاعي بيرجع تاني على سرعة الصرنسية أو الأيدل سبيد اللي هي تقريبا 560. طبعا في بعض التنبيهات اللي احنا لازم نراعيها أثناء عملية التجديد اليدوي، إن هو أول حاجة طبعا الغيارات الفتيس، منقلش على أي غيار خلال عملية التجديد، إن هو يفضل دايما على غيار ال N أو النيوترال أو المور، لا انقل على الدي ولا انقل على الآر. تاني حاجة ان انا الباركنج بريك او فرامل اليد بتاعتي تفضل مشدودة او متعشقة لنهاية العملية عشان يفضل تتم العملية بنجاح.